حنان ودينا. دينا او ديما؟ دينا. ازاي روعه ظبطت معايا. نسيم الى حد يعني الى حد ما نسيم. مسحية مسحية انتو فايتة خجنانة تميد الوردة الحمراء. دي اتصمت. اصلا الاغنيه ما بحبهاش فدي اتصمت بقى ثلاث دقايق صمت مش مشكله. كيف ما بتحبهاش يعني؟ سالني يا اسف. ما تحبيتش الاغنيه؟ لا حبيتها جدا جدا. توزيعات. طب تشرحي لي. سكين بقلبي. توزيعات؟ ايه طيب. ايه ده فعلا؟ ادينا حبيبتي اسمعيني شوي. كل مره بغني. لا لا هن اجوا هيك نزلوا منزلين. كبير يا عادي. يي يي يي. فتحبت اوكي سو ديب يا شانت دينا دينا وحنان خلينا نبلش بحنان حنان فوتك انت فايته حبيبتي اول شيء بدك تكون مبسوطه اليوم لانه رح زعلك تبلشي زعل مبسوطه رح زعلك ما تبلشي زعلانه لانه حسيت تبكي بالاخر فانا بلشي مبسوطه حنان ايزيتاسيون بالمغنى من انت فايته بمشيتك في قله ثقه
وفيتي خايفه بلشي من انتو ماشي قلت لك اياها صح انتو فايتين ما في كثير ثقه اني قاطع الغني في محل بتقول قصص حلوه في محلات ما بتقول قصص حلوه ما بعرف شو بيصير في قصص بترسي صح في قصص ما بترسي صح ما جربت تزيدي اي شيء على الغنية يعني ما اضفتي اي سبايس نحكي هيك مرات واحد بيحط مثلا شو لا مرات واحد بيحط شغله هيك بزيد شغله على بهارات بهارات سبايس 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 فكرت معطي سبايس جيرلز مرات واحد بيزيد شيء على الغنية انت حافظتيها مثل ما بتغنيها امل حجاز فانا هذا بالنسبه لي تسقطي شخصيا بطلب منك على طول تحطي شيء من عندك وقت تسمعي اغنيه بتحبيها او ما بتحبيها تزيد عليها شيء المفروض تزيدي شيء منك انت يا حنان غنيتيها جاست رايت يعني مثل واحد انه عم بغنيها تسميعها ليه بدنا نسمع جاي نسمع درس معطينا اياه اساتذه على الهواء هي مش حفله اخر السنه بالمدرسه يعني هي بيرفورمنس ل 50 مليون زلمه عم بيحضرك يعني حنان وضعك بالنسبه لي بعده هيك يعني منقز منحبك ما بدنا نحبك نتعلق فيك نتعلق فيك ننطرك تفلي مش عارف شو لازم اقول لك بدي ضل بدي ضل رفايل مبسوط ها هي كل القصه او سلامة او يا عادي شو ازاي كده ما بعرف مش بالاكاديمي يعني يعني شو يعني ما تقدمت على البرايم اللي يا حنان عادي عادي يو ستيل لا بس على البرايم اللي كان قبل غنيه كثير هينه حنان ما راح اديت حالك لحنا اجى واحد مثل هادي شرار عم يتقدم يا ريت ركب مشكل له اول ما له شو كنت عملت؟ كسرت هيدي المسرح كله شو قال لك انت لو جيت انا هادي شرارة قلت لك انت زلمه انت ما فيكم حياتك هادي شرارة انت اصلا ما فيكم هادي شرارة بحياتك طيب اصلا طموحك طموحك انت ماي ايدل ايدل اوكي لا كده علنا رول موديل تبعك طيب حنان بدنا نسمع ليك زعلانه اموتي مش زعلانه حنان بليز بليز نحن بنقول لك اياها من محبتنا عندك شيء ما بيبين لنا في شيء عندك ايه كل مره بقول بدي اشوف اسمعهم بيهرب منك على المسرح في بعدك منك مرتاحه ابدا على المسرح ما في بالعكس حسيت حالي كثير مرتاحه وقت بلشت والله غني. طب كيف ما وصلنا هذا الشيء نحن والله كنت مرتاحه وقت بلشت غني حسابك بعدين شو لا رجعي قولي رجعي قولي حنان كان بيمزح نسيم حسيت حالك مرتاحه it wasn't a good performance يعني مرتاحه بس ما وصلني هذا ضدك يعني واحد مرتاح بيكون عم بيغني مش اذا يعني انا يمكن انا حسيت حالي مرتاح صراحه مرتاح يبقى انا مش مرتاح انت مش حابه الغنية لا خالص انا اول ما طلعت على الاستديو حبيت الاغنيه على طول هي اصلا اغنيه فرنسويه بس قال لي حبيتها جدا مستوحاتنا اكيد لا هلا مش هذا موضوع موضوعنا دينا في كلمه كل وقت ما عم بتصيبيها بالمره في ايه؟ ها؟ سافر ودعت وراح سافر ولا مره سبتيها مع نواتي اكيد هلا ما خصصت تحبيها او بتحبيها هي غنية ما عم تصيبيها يعني كلمه سافر هي واطي عليك كل وقت عم تغني نزال صح مش حابه الغنية طيب حسابي كمان كبير صار مش معقول واحد جرحتيني يعني جرحتيني رفيل طيب حنان لكن انت كنت مرتاحه بس البرفورمانس ما وصلتنا دينا انت مش حابه الغنية انما غنيتي نشاز كل الوقت لانه واطي ونزال ولانك شو تسميع كمان تسميع حاطط تسميع كمان انت مسمعتي تسميع واضح انه مش فايت على قلبي غنيه ايه فيها الدنيا اذواق